الرحمن الرحيم مشاهدينا مستمعينا الافاضل، ارحب بكم اجمل ترحيب بهذه الامسيه التراثيه المميزه التي شاهدنا بها التحدي والمنافسه مع هذه الشعارات الجميله التي تنطلق متواجده على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه بفعاليات المحلي الخامس بيومه الثاني بمرحلته الاولى. نتواصل بانطلاقه اشواط الاصاله والتراث. الشوط العاشر لفئه الحقائق بكار، اخر اشواط السيارات في هذه الامسيه التراثيه المميزه. هنالك سياره رصدت لصاحبه المركز الاول، هنا نتابع هذا التحدي وتمنياتنا لجميع الاخوه بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم في هذا المسار. الاربع كيلومترات هي رحلتنا المتواصله مع هذه الشعارات المميزه. نبدا مع البدايه ومع الصداره، هنا تتواجد تقرير لمحمد بن خالد بن عبد الله العطيه، يتواجد المشاغب مندفع مع الصدارة يقدم لنا تقريره على المركز الأول، بينما المركز الثاني روعة بشعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، شعار البخيت يقدم لنا روعة في روعة المنظر في هذه المنافسة المميزة مع الثنائية الجميلة التي تنفرد عن بقية المراكز. بينما المركز الثالث القادمة هنا طواري لسالم بن محمد بن سالم الحنزاب، يتواجد مشاركة مع طواري، بينما المركز الرابع القادمة والمتواجد هنا غصابة لحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت المري، يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع الشعارات وبنقطامي حاضر ومتواجد مع مفاخر لسالم بن سعيد بن محمد بن قطام المري، يتواجد مع مفاخر التي بدأت تتسلل بدورها من المركز الخامس إلى المركز الثالث مباشرة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المتواجدة والمنطلقة في موقع التحدي والمنافسة. بأول نداء أتممت على مسامعكم للخمس النجوم المتواجدة في هذا التحدي الكبير. نعود مباشرة مع البداية ومع المنافسات والتغيرات التي جرت وطرت على الصدارة. روعة مع البداية حاملة للرقم واحد ومتواجدة في المرتبة الأولى باحثة عن هذا الانتصار الكبير، عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري البخيت في القيادة والريادة، بينما هنا تقرير لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد مع المركز الثاني يراقب الموقف في هذه المنافسة المميزة مع تقريره التي تحتل المركز الثاني. المركز الثالث الشراب غادم بن حمد هنا متواجد في هذا التحدي، متواجد في هذه المنافسة مع الرهوة لحمد بن محمد الشراب مشاركا في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسة المميزة. المركز الرابع بن برقان هنا غادم بتواجد محبة محمد بن برقان بن مقارح المري مشاركا الصارم في هذا التحدي الكبير. المركز الرابع بن قطامي غادم مع مفاخر سالم بن سعيد بن محمد بن قطام المري على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع المشاركة والتحدي بانطلاقة واندفاعة هذه الشعارات، بينما غصابة هي التي تحتل المركز الخامس، حمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت مع المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى للخمس الشعارات المسيطرة المتواجدة في موقع التحدي والمنافسة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير مع الصدارة روعة، نعود مع روعة هذه المنافسة على أرضية ميدان الشحانية، على أرضية ميدان التحدي. السيارة يا البخيل تنتظر عندها خط النهاية، هناك روعة مع الصدارة، ما زالت هي الغايدة، ما زالت هي الصامدة مع المقدمة عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، ولكن الرهوة غادمة بشعار الشراب، حمد بن محمد الشراب المري يتواجد باندفاعة الرهوة على المركز الثاني. الله 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 الله، ثنائية تنفرد في مقدمة هذا الشوط، البخيل وبن حمد في منافسة من أجل الناموس، من أجل انتزاع السيارة الأخيرة في هذه الأمسية التراثية المميزة. روعة ورهوة في منافسة شيقة في هذا التحدي الكبير بهذه المنافسة الجميلة. نستمتع بحضور هذه الشعارات الكبيرة، ولكن روعة ما زالت صامدة وصامد عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري ابن حمد على المركز الثاني مع الرهوة في تحدي
التحديات في هذا المسار المميز، في هذه الأوسية التراثية المميزة. الله 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 الله، روعة روعة روعة، ما زالت في القيادة والريادة، ما زالت صامدة. الرهوة تحاول أن تنتزع الناموس، ولكن روعة 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 مع البخيت، روعة مع البخيت، ولكن الرهوة الرهوة روعة الرهوة. اللحظات الأخيرة ما زالت صامدة، روعة تحقق هذا الإنجاز. تهاني وناموس لعبد الله بن جرلة بن علي النابت المري على فوز روعة وتحقيق للإنجاز المركز الثاني. وصلت الرهوة لحمد بن محمد الشراب المركز الثالث، الشهامة لجار الله بن علي بن جار الله البريد المري المركز الرابع، مركز الرابع الفائزة لعلي بن محمد بن علي الفهيد المري. المركز الخامس، مركز الخامس غصابة لحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. هكذا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، تابعتم معنا المنافسة والتحدي بانطلاقة أشواط السيارات. روعة تحقق هذا الإنجاز، 6 دقائق بدون ثواني، 75 جزء من الثانية. تعاون موسى عبد الله بن جرالة بن علي النابت المري على فوز روعة وحصولها على السيارة. المركز الثاني رهوة، 6 دقائق ثانية وحيدة، 11 جزء من الثانية. تهاون ونس لحمد بن محمد الشراب على فوز رهوة في المركز الثاني. المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث الشهامة، 6 دقائق 5 ثواني، 32 جزء من الثانية. تهاون ونس لجر الله بن علي بن جر الله البريد المري على فوز الشهامة في المركز الثالث.